كما كتشوفوا غادي نوريكم بعدا واحد الكارثه هنايا. هنا البنات هاد الخميه ديال هاد الريدو كما كتشوفوا راه طاحت، راه هما دوك التقابي ديالها، ماشي طاحت في الحقيقه، طيحتها واحد الحادقه. ها هي تي طيحتيها ياه؟ شكون طيحها؟ شفتيها كي دارت ليها؟ كي دارت ليها؟ كي دارت ليها؟ دارت ليها هكا، عندنا شاهدة عليك بعدا. صافي بس كيما كتشوفو، صافي تنشوف ليها شي حل وغادي نعلقها وصافي. دابا غادي نبدا ان شاء الله غنجمع هاد البيت ونشطبو. كما كتشوفو ها هو البيت راه لي جمعتو، ولكن عطيوه واحد ربع ساعه غادي يرجع ان شاء الله سفع. لا لا صافي المخدره قدهم البنات كما شفتو، وانا دوزت واحد الشطيبه هنايا. صافي حيت هاد البيت هو اللي كينعسو فيه البنات، ويعني كنقولو فيه وكينعسو فيه، يعني مع البيت ديال البنات انا ما عنديش، يعني هاد الشيء اللي عطى الله هاد الساعه. هي راه نصب الطويجين، يعني طويجين عادي بالدجاج وتطوج اللبانه والزيتون. ودابا البنات غادي ندوز نشارك معكم، بغيت نعجن شويه ديال القرص يعني كسكروت العشيه، وهما معاك يشدوا شويه الوقت في الخميره. المهم غادي نديرهم دابا عاد باش نكمل. وهنا البنات عندي واحد جوج خيارات، يلا جبتهم دابا من الثلاجه غنغسلهم ونحكهم. انا بناتي كيبغوا يعني كياكلوا هكا، تيبغوا محكو، الا قطعتو ما كيبغوش ليا، كنحكو مع كيطلق داك الماء ديالو تاكلوه بالمعلقه، تيجي يعني تيبغيوه. صافي غادي كما كتشوفوا البنات هنايا راه جيت باش نهز القرعه ديال الماء الزهر وهي طيح ليا، جات مشتته. صافي البنات كما كتشوفوا درت هنا نص كيلو ديال الفورس يكون ممتاز، ودرت هنايا واحد جوج معلقات ديال الخميره، غادي نخوي عليهم شويه ديال الماء باش نذوب الخميره. صافي البنات هنا ديك الخميره ملي دابت كنزيدو شويه ديال الملحه، وكنزيد واحد البيضه، كنزيد كاس صغير ديال الزيت اولا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه، وكنزيد واحد الكاس صغير ديال سنيده. صافي وتنزيد هنا عندي الجنجلان وعندي حبه حلاوه وعندي النافع حتى هما كنزيدهم. صافي وتنخلط. صافي البنات انا نسيت هنا ما زدت شويه ديال الماء الزهر، كنزيد واحد شويه واحد المعلقه وتنعجن. صافي البنات ملي كتجمعوها في الاول كتخلوها شويه قاصحه حيت مازال غادي نزيدوها شويه ديال الزبده، تنزيد المعلقه الاولى دابا بهاد الزبده باش تحصلوا عليها، ما تكونش مهم كندلكوها مزيان، وما تكونش قاصحه، ما تكونش عاوتاني يعني متلوقه بزاف. صافي هنا غناخذ واحد غنديرها فشي غندهنها بشويه ديال الزيت. صافي البنات هنا هي دهنتها بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا، وهنا غادي نغطيها بواحد نغطيها. صافي وغادي نغطيها ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها هذا باش نرجع نقطعها ونخليها عاوتاني تخمر. صافي البنات كما قلت لكم هنا ها هما دوك يعني دوك القرص ها هما كيخمروا هنايا، المره الاولى غير خلوهم يخمر اللي قلت لكم ها هو حكيتو
وغادي ندير ليه شويه ديال السكر صافي ونخليه. والطويجين ها هو تيطيب صافي البنات، والطويجين ها هو تيطيب، ما غاديش مع هذا ما غاديش يبان لكم. صافي الطويجين ديالي ها هو تيطيب، وهنا راني غسلت دوك الميعنات اللي ناولت فيهم الغداء وناولت فيهم داكشي باش صوبت الكراس وهذا. صافي ها هما كما كتشوفوا. صافي البنات غسلتهم، انا راه ما تنخليش الماعن، عاتيه كان عندي الماعن صافي تنتبرزط اللي تحطت خصني نغسلها. صافي هنايا الميعنات كما قلت لكم ها هما غسلتهم. صافي الوقت اللي غادي الوقت اللي الغدا راه تيطيب ودوك الكراس راه تيخمروا، غادي ندوز عندي شي حويجات ندوز نديرهم في الماكينه ونضربها بواحد السيقه عاد نرجع ان شاء الله. اما هنا بالنسبه للبنات التيد اللي كنستعمل في الاول، كنت كندير هذا صراحه ما زوينش في الاول فاش يلاه يعني خرج للسوق كان زوين فاش يلاه يعني الشركه ديالو خرجت هاد ليكيد هاد ميو كان زوين كان تيصبن. يعني من اللي خديت الاول الثاني قارنت بيناتهم تلاقيتو يعني بدا كينقص ما بقاش يخرج الحوايج صافي. وانا ناخذ بيت كناخذ دابا هاد اريال هاد الحجم هذا اقتصادي ديال صافي البنات. هنا درت واحد شويه هنا هما دوك الكرص ديالنا كما كتشوفوا راه خمروا، كنديروا شويه ديال الزيت في يدينا بحال هكا صافي، وتنقطعوا واحد الكويرات على هذا الشكل هذا صافي البنات. وتنحطهم هنا في تنحطهم في واحد الطاوه تكون مدهونه بالزيت ولا فرشوا لها هذا ورق الزبده صافي. انا غادي نستمر بحال هكا ونرجع معكم. صافي البنات الكريسات ديالنا ها هما، دابا غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يخمروا عاد باش غادي ندهنهم ان شاء الله بشويه ديال الصفر ديال البيض وهذا شويه، وغندير عليهم شويه ديال الزنجبيل من الفوق. ودابا ملي غادي يعني هذا الوقت فاش هما غادي يخمروا انا راه الغدا ديالي وجد، غادي نمشي ان شاء الله نتغدى عاد غادي نرجع نطيبهم. صافي البنات هذه هي غديوتنا كما كتشوفوا، هي الطويجين راه طاب وهنايا شويه ديال الخيار كما قلت لكم. والبنات انا راه ما شريتش ما عجنتش هاد الروتي اللي شاركت معكم راه بلا عجينه، حيت ما غير خديت الخبز غير من برا حيت تقاد ليا الدقيق مازال ما جبتوش. صافي المهم قلت لكم هاد الطويجين نروح هادو قول لهم بالصحه والراحه. بالصحه والراحه بالصحه والراحه قول لهم مالك بالصحه والراحه قول لهم. شوفوا البنات عندك شنو يشوفوا. صافي البنات غادي نتغداو ان شاء الله ونرجع معكم. البنات هما الكرص ديالنا طابو، عرفتي البنات كيجيو زوينين كيجيو هانتوما كيجيو رطبين 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 عرفتي، وكيجيو روعه زعما لا في المذاق ولا في التف ولا في الشكل. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو خفافين ها هما، عرفتي كيجيو زوينين غير تبعوا الطريقه ديالهم كيجيو زوينين. صافي البنات هذا هو الروتين ديالي كيسالي هنايا، وكنتمنى الى عجبكم الروتين ديالي تشتركوا معايا في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم مع الاهل ديالكم باش القناه تزيد تكبر. وكنقول لكم بسلامه عليكم وخليت لكم الراحه.